السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. معاكم أم أحمد من مطبخي، مطبخ البيت المعمور. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض شوربة لسان العصفور، أحلى شوربة لسان عصفور بأمر الله. دي الحلة يا حبايبي اللي هنعمل فيها، هنولع عليها، هحط شوية زيت نباتي أبيض، شوية صغيرين. دلوقتي الزيت سخن اهو يا حبايبي، هنحط لسان العصفور، ده كوباية ونص يا حبايبي، وبالميزان 200 جرام. هنحطهم على شوية الزيت كده، هنقلب اللسان كده يا حبايبي، هنقلب على طول يا حبايبي كده عشان ما تبقاش معانا حباية وحباية، حباية متحمرة وحباية مش متحمرة. دلوقتي اللسان قرب يتحمر يا حبايبي، هنحط قطعة زبدة صغيرة. الزبدة يا حبايبي ادام فريش ما بنحطهاش من الاول ما نحمر، عشان ممكن تتحرق، عشان بيبقى فيها ايه، بيبقى فيها لبن. ما ببطلش تقليب فيها يا حبايبي، لازم نقعد نقلب فيها كده. اللسان اتحمر خالص اهو يا حبايبي، هحط معاه مكعب ماجي، هقلب مكعب الماجي كده في اللسان. طول ما بيتحط في السخونية بيفك على طول. اهو يا حبايبي اللسان اتحمر اهو، هنحط شوية شوربة، هنقلب اللسان كده يا حبايبي. مش هنحط الشوربة كلها، هنحط شوية شوربة، اما اللسان يتشرب الشوربة، شوية الشوربة اللي انا حطيتها دول، هنشوف هنعمل ايه يا حبايبي. وهغطيها لما تشرب الشوربة اللي حطيتها لها دي، وارجع لك يا حبايبي. الشوربة عليها ملح وعليها كل حاجة، مش هنحط اي حاجة تاني. دلوقتي يا حبايبي اللسان شرب الشوربة اللي انا حطيتها له كلها، هنحط بقى بقية الشوربة اهو يا حبايبي. بسم الله، هسيبها تاخد غلوة واحدة في الشوربة يا حبايبي وارجع لك. اللسان يا حبايبي غلي في الشوربة اهو، غلي غلوة واحدة. ودلوقتي هدفع عليه البوتاجاز، وبعد كده نغطي الحلة ربع ساعة يكمل سوى على البخار. روعة بأمر الله. استوت اهي يا حبايبي، وشربت كمية الشوربة اهي، وجميلة وفيها شوربة برضه اهي. اهي يا حبايبي روعة ما شاء الله عليه. بص يا حبايبي الشوربة يا حبايبي عليها فلفل أسمر وعليها ورق لوري وعليها كل حاجة، شوربة لحمة ضاني يا حبايبي، روعة وطعمها لذيذ جدا ما شاء الله. بص يا حبايبي، والشوربة بتبقى ناقصة ملح شوية يا حبايبي عشان المكعب الماجي بيظبط الحدق معانا، بيبقى مظبوط جدا 100%. بص يا حبايبي ما شاء الله، ما سويناهاش يعني، خليناها غليت في شوية الشوربة، لما اتشربت شوية الشوربة حطينا بقية الشوربة، كمية الشوربة اللي حطيناها مع بعض قد ايه، شربتها كلها اهي، وفيها شوربة جميلة جدا جدا جدا، روعة روعة يا حبايبي. بص يا حبايبي روعة ما شاء الله عليه. ودلوقتي يا حبايبي هنحطها في الطبق التقديم مع بعض اهو. بسم الله ما شاء الله، روعة يا حبايبي روعة. بصوا عاملة ازاي، اعملوا شوربة لسان العصفور بطريقة ام احمد وبامر الله، هتعجبكم جدا جدا جدا. ولو عجبكم الفيديو يا حبايبي لايك وشير واشتراك للقناة، وبدعواتكم يا حبايب قلب، حبكم في الله الف هنا وشيب، شير في الخير يا حبايبي.